مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وطبعا لكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم. النهاردة هنعمل مهارات جديدة، أتمنى يا رب تنول إعجاب حضراتكم. إحنا عملنا قبل كده الكشري المصري يعني بطريقة صحية، وشكرا لأنه لاقى استحسان من حضراتكم، شكرا جزيلا. النهاردة بما أني يعني برضو لازم نتذكر أن عندنا كمان الكشري الإسكندراني، ونحترم جدا وتحية لكل أهل اسكندرية. إحنا نعمل الوصفة دي، في ناس كتير بتحبها، بسيطة وخفيفة ولكن مفيدة جدا. خلينا نبدأ نعملها مع بعض. هنعمل معها الصوص الحلو اللي بيتقدم مع الكشري، صلصة الكشري الحمراء، وهنعمل البيض المدحرج الجميل اللي بيتقطع، بتبقى وجبة جميلة جدا حقيقة. يعني كان زمان أتذكرها من والدي كان يعملها، أي نعم ما كنتش بحبها قوي لكن حبيتها لما كبرت. اسمحونا أشارك حضراتكم بالوصفة. نقول أول حاجة بسم الله ونقول المقادير. عندي كوبايتين من الرز المصري، كوبايتين من العدس الأصفر، عندي بصلة مفرومة، جزرة مبشورة، مكعب مرق، معلقتين كبار من السمنة، ممكن تعملوه بزيت زي ما انتوا تحبوا، كمون، وثلاث كوبايات من المية المغلية. طبعا للتقديم هقدم معاه بيض مسلوق، قرون فلفل حار، بصلتين متقطعين جوانح وعاملينهم بصل مقرمش. الصوص بتاعها هي كوبايتين من عصير الطماطم، معلقة كبيرة من الثوم، ربع كوباية من الخل، معلقة كبيرة صلصة طماطم، رشة سكر، ومعلقة صغيرة كمون. طبعا يعني لزوم الصوص بتاع أو صلصة الكشري اللي هم بيعملوه. طبعا هي برضو من الوصفات الحلوة القديمة لكن محببة جدا. لسه وانا قاعدة بتكلم دلوقتي قبل ما أدخل مع أحد المصورين بيتكلم عن وصفة جدته، بيقولي الرز المعمر أنا باكله كنت من إيد جدتي. اسمه إيه المصور بعد إذنكم؟ معلش أنا عايزة كاميرا واحد، معلش كاميرا واحد عليها مين يا أستاذ سمير؟ مصطفى، معانا مصطفى. أنا بقى يعني إيه بوجه طبعا تحية لكل الإيه الجدات والمامهات، والوصفات القديمة دي ما تتعوضش. انا هحط معلقه سمنه بس ومعلقه زيت واحده عشان يعني برضو يبقى مفلفل كده وحلو. ما تتعوضش. قال لي ذقته كتير ورحت كلت في اماكن كتير الا اني ما عرفتش الاقي الطعم اللي كانت بتعمله جدتي، واللي انا سبحان الله اول ما باكله اتذكر دايما وارجع بذاكرتي كده عشان اعرف انا يعني فعلا باكله حلو ولا لا. فسبحان الله فعلا الحاجات القديمه دي والطعم القديم ده ما بيتعوضش. خليني احط بس رشه بسيطه كده، اطعم ملح ورشه بسيطه فلفل قوي، مش عايزه اكتر الفلفل ولا حاجه، بس بتدي ريحه كده حلوه للبصل. معانا هطعم كده، وهنا هحط معلش انا بحب احط مكعب كده مرق اطعم الايه ادعم الطعم يعني، وده اختياري ما هوش في الوصفه يعني، لكن بقول ايه الولاد ساعات لما بيدوقوا او حضراتكم بتعملوا في البيت وصفه بيبقى حد من البيت لسه اول مره يجربها، بنحاول كده ايه نقدمها بشكل مختلف وحلو ندعمها كطعم، لانه احنا تعودنا على الطعم الاساسي بتاعها، لكن هم ممكن الجيل ده شويه يبقى ايه مركز كده ودقيق في حاجات يعقب عليها، فبنحاول ان احنا ايه نقدمها. انا بحمر البصل اهو، وعندنا رشه الملح، رشه الفلفل، حط كمان جزرايه كده حلوه معاهم، نحمرها كمان بسم الله، تدي طعم حلو. عايزين ما يبانش خالص الجزر، حضراتكم ممكن تخلوه مضروب في الكبه بيوريه يعني ناعمه قوي، مش لازم تبشروه يعني، مش شرط، على حسب ما حضراتكم تحبوا كده. هقلب تقليبه حلوه، وطبعا العدس الاصفر من الحاجات المحببه جدا برضو، انا بحب شوربه العدس قوي قوي ومفيد جدا يعني. عايزه اقول لكم العدس الاصفر ده اكبر نسبه حديد موجوده فيه اكتر مقارنه يعني بالانواع الاخرى، ليه دور كبير جدا في تكوين خلايا الدم الحمراء. تخيلوا العدس الاصفر بيقوي المناعه جدا وغني بحمض الفوليك جدا، يعني الناس اللي يعني عايزه صحه القلب وبجد هو من الحاجات الرائعه. بنعمله بقى شوربه، كان زمان اقول لكم بقى جدتي انا بتعمله لنا ازاي غير الشوربه، كانت لما مامتي تسافر كانت جدتي مامة بابايا تيجي تقعد معانا. المهم يعني كانت تعمل لنا العدس ده بالشعريه زي الكشك، بيتقال عليه ايه، هو مش فته بس هو بيتعمل كده تقيل وبيتحط عليه البصل المقرمش زي الكشك بالظبط الالمازيه، وبيتاكل زي البصاره يا استاذ سمير. فكان جميل بس انا بحبه، كنت شوربه واحط فيه العيش المقرمش، كانت بتقطع لنا العيش وتقرمشه لنا
وناكله بقى ونعصر عليه عصير الليمون وناكله بقى. الشوربه كده كانت تدفي قوي، كانت تحط لنا فيها شويه شعريه فكنت بحبه قوي بصراحه. انا بحب العدس الاصفر جدا، بحب شوربه العدس، بحب اخلطها ببطاطا، بحب احط معاها قرع، احب اعملها مع بطاطس، يعني العدس بكل احواله بصراحه. ومؤخرا حبيت الوصفه دي، يعني حبيتها مؤخرا. انا دلوقتي بصوا بقى شوحت كده البصل حلو تبقى ذهبي بس كده جميله، وايه وخليني هنا لحد ما احط عليها الرز والعدس مع بعض. طبعا اللي عايز يكتر العدس شويه، انا عموما عملت كميات متساويه عشان نبقى حطينا كميه رز قد كميه العدس. اللي عايز يقلل او يكتر من حاجه دي حاجه طبعا ترجع لحضراتكم. هنا هشغل برضو النار علشان ايه اعمل الصوص، الصوص الطماطم او صلصه الطماطم بتاعت الكشري الحلوه دي بتبقى جميله قوي. انا قلبت كده تقليبه هايله. الجزر كمان بيديله طعم حلو قوي. لو مش عايزين حضراتكم تحسوا ان هو باين او ظاهر اعملوه مطحون قوي او مفرون خالص في الكبه هيبقى جميل جدا برده. بس كمان الجزر بيبقى طعمه حلو قوي، يعني جربوا تحطوه كده كده. برده العدس لما بنعمله مسلوق بنحط دايما الجزر اساسي، بيبقى من المكونات الاساسيه يعني كده. طبعا البصاره حاجه حلوه، انت فتحت نفسي يا استاذ سمير والله العظيم. تعرف بقى انا البصاره دي لازم نعملها. انا عايزه اقول لك انا ما كنتش بحبها خالص، حبيتها وانا كبيره، ويمكن ابني كان ليه ظروف صحيه كده اول ما اتولد ما كانش بياكل لا بقى لحمه ولا فراخ، ما فيش حاجات، الحاجات دي كانت ممنوع سنين من عمره كتير يعني الحقيقه، وحسيت بقى البان ومنسوجات قد قصه كده. المهم الحمد لله ربنا اراد، فكنت بعمل دايما بعتمد على الحاجات اللي هي النباتيه اللي هي البقوليات يعني بصفه بشكل كبير يعني. فبيحب العدس الاصفر جدا. وبعدين قعدت الجا على حاجه تانية اتحايل عليها فعملت البصاره. فكان سبحان الله الفتره دي انا اللي بدات احب البصاره وبدات اعملها له عشان اشاركه ياكلها، فكنت باكلها معايا. ما كانش في حد في البيت عندي بيحبها خالص، يعني بيتي انا جوزي وبنتي وكده، لكن في بيتنا لا بيحبوها طبعا، وبيتنا انا اخواتي وبيت العيله لا بيحبوها جدا، وكانوا بتتعمل لازم تتعمل، ولازم اللي يعملها لنا كان يبقى بابا الله يرحمه او جدتي، بس غير كده ما بناكلهاش يعني، ما نعرفش نعملها وما كناش يعني احنا شاطرين قوي في عمايلها كده يعني. كان ليها طعم جميل وتتاكل بقى ساقعه كده رائعه بصراحه، يعني الذكريات دي رائعه والوصفات دي. فكنت دايما احط كل الخضروات مع الفول، واحط بصل بقى اخضر واحط كرات واحط الخضره كلها، ويعني ايه احاول افيده باي طريقه انه يبقى في حاجه جانب يعني صحي عشانه، وكان بيحبها. فسبحان الله طلع بيحب الحاجات القديمه غصب عنه، بس الحمد لله كلها حاجات جميله. والبصاره دي صحيه جدا لان ما فيهاش حاجه، احنا الخضروات كلها خضروات، فول مدشوش منقوع وكميه خضروات لا باس بيها، وبعدين بنحطها على النار في شويه ميه فبتطلع حاجه رائعه كده. اهم حاجه بس نظبط كميه نسبه الميه ومع كميه الفول المدشوش، ونعمل الملوخيه الخضراء والطش من عينينا يا استاذ سمير عينينا، ونعمل الناشفه عشان في ناس بتحبها برضو. احنا 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 يعني لازم نعمل الوصفات الحلوه دي، ما ننساش الوصفات القديمه اللي احنا اتربينا عليها. معلش انا بحاول احمر شويه البصل كده مع الرز والعدس. احنا طبعا بنعمل ده لانه اصدقائنا اللي كلمونا قالوا لنا ايه عايزين وصفات كده على قد الايد حلوه اقتصاديه. بصوا الوصفه دي رائعه ومفيده، اولا فيها بيض، البيض ده بروتين لوحده يعني كاني كلت لحمه. فيعني بصوا الحاجات دي حاجات جميلة جدا جدا، بسيطة ولكن طعمها حلو، تجمع العيلة والكل بيشبع وبتبقى رائعة. فأنا بس بقلبه كده بصوا، خلي بس الرز بصوا بقى اتغلف وياخد نسبة الايه المواد الدهنية اللي احنا كنا محمرين فيها البصلة. ادينا له طعم من السمنة، معلقة سمنة بلدي كده حلوة عشان تدي طعم للايه للكشري بتاعنا ده. هاخد بقى رشة كده من الملح ورشة من الكمون، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هكتر لانه انا طبعا حاطه فيه مرق. رشه كده وخليني بقى ايه اقلب تقليبه حلوه، وبقى ننزل الميه السخنه. المفروض ان انا سخنت الميه كويس جدا، ميه بتغلي عشان الرز يبقى حبته مفلفله وحلو. بسم الله. طبعا السقي الميه او نسبه الميه هي على قد نسبه الرز، انسوا خالص انه حضراتكم حاطين عدس لانه هيستوي. بسم الله عشان ما يعجنش. بصوا احنا بنحط على قد الرز بس،
الرز اللي احنا حاطينه، حطينا المعايير بتاعه الرز. اي حاجه بتضاف للرز سواء في الرز البرياني، في الكبسه، في الحاجات، اعرفوا ان احنا هنحط نسبه الرز. انسوا اي اضافات او خضروات اتحطت، لان هي بتكون خلاص احنا ظبطناها على قد الايه، يعني شوحناها وخدت وقتها، فمش محتاجه احسب لها تسويه مع الرز، والا هيعجن مني الرز. طيب كده زي ما حضراتكم شايفين، اخر بقى حبه كمون كده يدوا طعم حلو. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، بسم الله، وهنسيبه اول ما يغلي غلوه كده. هنهدي النار علشان نسيبه يتشرب مظبوط على نار هاديه الاول، بس يغلي غلوه حلوه. هنا بقى انا بعمل ايه، هجهز مع حضراتكم الصلصه بتاعه العدس او الكشري الاسكندراني اللي احنا هنعمله. طيب هاخد كده زيت، بسم الله، نقطة زيت، وهاخد الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونشوح كده الثوم ده. وبعدين هاخد معاه، انا هحط رشة بس كده تدي طعم، اللي هي رشة الكمون تتحمص بس معاه كده. واول حاجة هنزلها على الثوم معلقة الصلصة عشان اطلع المادة الحافظة اللي فيها دي، اهي يا سيدي. ربنا يكرمك يا استاذ سمير، والله انا يعني ببقى سعيدة. اولا الروح الحلوة اللي في العمل دي، كل اللي في الكنترول يعني بيبقوا بينكشوني كده كل شوية، وانا الحقيقه بحب التواصل مع الناس جدا جدا، فببقى سعيده قوي ان هم بيعقبوا بيسالوني اسئله، ببقى مبسوطه قوي. هدي النار بقى كده، بسم الله، اهو خليه كده على 6، حلو قوي. هنغطي، وهنا اول حاجه حطيت الثوم، خليت لونه ذهبي، وبعدين اضفت معاك شويه كمون، طلعت الريحه، حطيت الصلصه، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هنحط الصوص بتاع الطماطم. طماطم ضربوها في الخلاط مع شويه ميه ويصفوا القشر بتاعها، اهي. وطبعا الناس اللي بتشتكي من الحموضه او بتتضايق منها، لازم نحط معلقه صغيره من السكر. السكر دي بتخلي الايه نسبه الحموضه دي تبقى قليله. طبعا رشه الملح والفلفل اهو، ورشه الفلفل بسيطه كده، وبقيه كميه الكمون اللي احنا ايه شوحنا جزء منها في الاول. هحط معاها شويه خل بس تغلي غلوه كده، شويه خل صغيرين تغلي غلوه وتبقى تمام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين خل بس كده. هنقلب بقى تقليبه حلوه، وهسيبها بقى هنا تاخد غلوه حلوه كده وتتصلصل، وتبقى دي الصوص اللي احنا ايه هنقدمه مع الكشري الاصفر بتاعنا. طبعا انا قرمشت شويه من البصل، بصل بنقطعه كده جوانح او شرايح رفيعه، وحضراتكم عندكم اختيار من الاثنين، اما انكم هتحمروه في شويه زيت صغيرين، ولو يا ريت شويه الزيت الصغيرين دول هم اللي تحطوهم هنا وتحمروا فيهم الرز مع العدس مع البصله، هيبقى جميل واخدنا من الطعم اللي احنا بنحطه على الوش. لو حضراتكم مش عاوزين تحمير وهيبقى المقليات يعني متعبه، هنعمله زي ما عملناه مع الكشري الصحي، هنفرفطه، هنحط عليه معلقه واحده من النشا صغيره، نفرفط فيها ده ونحطه على ورق زبده وندخله الفرن، هيطلع رائع ومظبوط، والنشا بيمتص نسبه السوائل اللي جوه البصل، فبيخلي البصله تقرمش بسرعه، ما تبقاش ايه فريم من بره ومن جوه طريه. بصوا بقى بدا يتشرب على طول ازاي، اهو لسه هنديله بقى وقته، وهنقلبه كده مع بعض بس على. ربنا يسعدك يا استاذ سمير، والله تحيه لحضرتك ولاسرتك جميعا بجد. هنقفل بقى كده، وهبدا بقى ايه اقلب مع حضراتكم الصوص برده تاني، لازم ابص عليه كويس، عايزه بس اعلي النار هنا عليها علشان ايه نطمن انه تمام. طبعا الريحه روعه، الصوص ده بيبقى رائع. لو اتبقى شويه من الصلصه دي حطوها في حاجة إزاز وشلوها في الفريزر، ممكن في أي وقت تاني نحتاجها نطلعها من الفريزر، مفيش أي مشكلة خالص. البيض أنا سلقته، هدحرج بقى البيض كده مع حضراتكم شوية بجنب، نجهزه بقى لما عقبال ما الكشري هنا يجهز معانا. وهوري حضراتكم برضو البصل المقرمش، احنا عملناه المرة اللي فاتت، بصوا
ده البصل المقرمش اهو، وهنبدا نجيب بقى طاسه صغيره كده. بسم الله هنحطها مثلا هنا، ونبدا ندحرج البيض ده في معلقه سمنه بلدي حلوه كده تدي طعم حلو، علشان يبقى اسمه بيض المدحرج. انا نفسي اعرف بس اساس البيض المزغلل ليه قالوا عليه مزغلل. هيا يا نودي، بيقولوا ساعات بيض مدحرج او بيض مزغلل. ما تقول لنا بيسموه كده ليه؟ بالنسبه لك المصطلح الجديد يا ندى، صح؟ عيني زغللت عشان بندحرجه في السمن، فبيبقى في جزء محمر فيعني بيسموه بيض مزغلل. شكرا يا استاذ سمير على المعلومه والله. بيقول طب خلينا نقول بقى لا هو والله موجود. رانيا بتقول لي رانيا بروديوسر البرنامج بتقول لي ايه؟ بتقول لي في حد في الكنترول بيقول لها ان احنا بنقول عليه البيض المزغلل، ان البيض الصغير ده اللي احنا بنقليه ده فبيبقى بيض زغليل، بيض مزغلل يعني جايه من هنا انه حجم البيض. والله بشكرك اذا كانت دي معلومه صحيحه، انا بقول لك اهو عشان بنقلها لكل الناس اللي بتتفرج علينا عشان تبقى عارف، عشان فهي لازم تاخد ثواب بقى. ماشي ايوه الزغليل كتير بيربي زغليل، صح والله هي ممكن تبقى كده فعلا، لان انا سمعت كتير ناس بتقول نفس المصطلح ده، وانا بحب دايما الحقيقه اعرف اساس الحاجه ايه، حقيقيه ولا هي اطلقت ليه ولا ده بس مسمى عند بعض الناس. طيب تحياتنا يا فندم. طيب هبدا بقى اخد هنا معلقه سمنه، خلاص هنا بدات كده، هاخد معلقه سمنه صغيره نعمل فيها البيض المدحرج، ندحرجه بقى. احنا البيض عندنا هنا مش مزغلل لحضرتك، يعني بيض كبير شويه، فاحنا هنشوحه بقى. ناخد بقى كده سباتشولا كده، ماشي زي دي حلوه. استنى بس السمنه كده، برضو البيض ده بياخد تغليفه كده ويتفتح ويتقدم بقى مع بصوا العدس والرز الكشري ده. نقلب كده بشوكه، بسم الله الرحمن الرحيم كده كده، واو. ولسه بقى هنقفل عليه دلوقتي يتشرب تاني كده، بسم الله. ماشي، يعني مش باينه عندك يا ندى، ما قريتيش الكلام ده في اي مجله من المجلات اللي عندك شايفين كده بن ندحرجه بقى، عشان كده سموه صح، بيدحرج في السمنه مظبوط. ايوه برضو والله، يعني اسكندريه وصفاتها كلها حلوه، سواء في البحريات او في اكلاتهم وحاجاتهم، سبحان الله متغذيه عشان كلها من البحر طبعا. فيعني يعملوا ملوخيه بالجمبري، يعملوا كشك احمر بالجمبري، يعملوا كل الوصفات الجميلة اللي طبعا مشهورين بيها واللي بنروح لهم بيبقى ليها طابع خاص كده عندهم. الأجواء نفسها حلوة، هم ناس كرمة جدا. تحية طبعا لكل من بورسعيد واسماعيلية والسويس، عشان محدش يزعل مننا، كل البلاد أو المحافظات اللي على الساحل رائعة، وبنشكر حضراتكم طبعا أكيد. انا بقى هدحرج البيض ده عشان ما يتلسعش من ناحيه معينه، وهسيب هنا الصلصه اهي، بصوا بدات تغلي كده قدام حضراتكم، هسيبها تتقل شويه وتاخد القوام، ريحتها روعه. وهستسمع حضراتكم ان احنا نطلع استراحه، وهنرجع بعد الاستراحه هنشوف هنعمل في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. ورجعنا مره تانية لحضراتكم بعد الاستراحه، ودلوقتي بقى اهو دحرجنا بقى البيض المدحرج، وهنبدا بقى نشيله من هنا. يا سلام، نطلعه بقى في طبق، شايفين الجمال؟ والله الحتت الحمراء دي بتدي بقى شويه طعم. الله 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 الله، نحطه بقى هنا لحد ما يهدى بس شويه، وبعدين نقطعه بقى ونقدمه مع الكشري بتاعنا كده. وادي الصوص او الصلصه بتاعه الكشري، شايفين الجمال؟ طيب نبص بصه اخيره هنا، اهي الشوكه، معلش بحب اقلب كده في النص. الله ريحته حلوه قوي ما شاء الله.
وهنبدأ بقى خلاص. بصوا بدأ بقى اللي من تحت العدس. الله، واو. والجزر عامل شوية حاجات حلوة برضو. الله، طبعا مش عايزة أدوق. ما فيش كلام، مش هقول حاجة، لازم تجربوا يا أستاذ سمير. أنا مش هتكلم عن نفسي يا فندم، هو الكشري يتحدث عن نفسه. طيب يلا بينا، هنعمل دلوقتي وصفة. الولاد بقى الصغيرين حبايبنا اللي أخدوا أجازات وإيه، خلصوا امتحانات، صغيرين بيحبوا دايما الحاجات اللي بالشوكولاتة، يحبوا يشربوا مشروبات بالشوكولاتة. خلينا نهتم بيهم، نعمل لهم كده نوع من أنواع البودنج محبب قوي، وهو بالظبط نفس طريقة يعني تقريبا 99% من الطعم اللي بيشتروه في العلب الجاهزة من السوبر ماركت، ولكن مكلفة جدا، لكن بيحبوه، والعلبة ما بيبقاش فيها كم كبير. خلينا نقول لكم مقادير لطيفة جدا حضراتكم تعملها لهم في البيت، تعملوا لهم البودنج ده وياكلوه ويبقى حتى صحي. أنا اخترت فيه الكاكاو الخام، ولو عايزين تضيفوا منه قطع من الشوكولاتة الخام يبقى أفضل وأجمل، علشان نستفيد من إيه؟ من وجود الشوكولاتة الخام اللي هي فيها نسبة الكاكاو 70%، صحية أكتر، بس نقولهم طعم يكون كويس. طيب عندنا هنا بودنج للشوكولاتة، عندي 3 كوبايات من اللبن، 3 معالق كبار من الكريم شانتي، 3 معالق كبار من الكاكاو، و3 معالق كبار من اللبن البودرة، باكت من الكريم كراميل، 2 معلقة كبيرة عسل. مصطفى، أين أنت يا مصطفى؟ هيجي حالا. هنبدأ نعمل كالآتي، أنا هاخد بس دي هنا كده على البرد. أول حاجة هاخد ده، عايزاه بس يزود لي الكريم كراميل ده، مش حاطط الظرف كله. بسم الله كده. اللبن اللي عايز ممكن يخلط شوية مية يزود يعني الكمية، مفيش مشكلة، بس أنا بقول لحضراتكم أهو، أدي الكريم كراميل الجاهز، معلقتين لبن بودرة، معلقتين كريم شانتي. هنقلب كريم شانتي ده سادة، اللي هو مش محلى يعني، اللي هو بتجيبوه من عند العطار. عندي الكاكاو، يا إما كاكاو يا إما هتحطوا شوكولاتة خام، يا ده يا ده. طيب عشان يبقى احنا استفدنا بالايه، بالوصفه دي، اقلب بس شويه كده، وبعدين هحط طبعا انا عندي العسل، انا هستخدم العسل الابيض، مش هحط لهم سكر خالص، هحط لهم عسل ابيض كده. وصفه صحيه جدا للولاد، هيستمتعوا بيها جدا. اضيف شويه من كريم شانسي، يبقوا معلقتين. هنقلب بقى كده. كريم كراميل بقى الجاهز ده بيدي طعم حلو قوي، اصلا الكريم كراميل مع اللبن لوحده احنا بنعمله لو جاهز هيبقى رائع، فما بال حضراتكم بقى لو محطوط معاه كمان طعم الشوكولاته او الكاكاو، معلقه كريم شانتي، هياكلوا طعم احلى من بره واوفر ان احنا نعمله. ضعفوا بقى، عايزين تحطوا الثلاث كده لبن وبعدين تضيفوا عليهم مثلا شوية مية، ماشي 3 لبن لواحد مية ممكن جدا برضو. أنا همشي بقى ده العين اللي ورا، الريحة يعني بقت بقى خلاص بدأ يعني فعلا إيه يقول أنا الكشري أهو. هحطه هنا يكمل على نار هادية، وهاخد الخليط ده. تسلم إيدك يا مصطفى. كده هزود بس شوية كريم كراميل، هو ما حطش الباكت كله، كان حاطط لي نص، انا عرفت من يعني من البوله. لا والله. طيب اقدر بقى انا ازود الكميه مع حضراتكم، شويه من الميه السخنه، نعمل كميه حلوه. حطينا الكاكاو الخام، هكمل بقيه. بلاش اللي هو المحلى، النوع المحلى بلاش منه، من فضلك يا ندى اكدي على انه الكاكاو المحطوط كاكاو خام. احنا حاطين كريم كراميل ليه؟ علشان يدي طعم حلو مع الكاكاو الخام، لكن يستفيدوا انه الكاكاو خام. ويا سلام لو معانا واحده شوكولاته 100 جرام او 80 جرام
عايزين حضراتكم تحطوها تسيحوها مع المعيار ده هتبقى رائعه كده. بصوا روعه. هنقلب بقى ريحته هتطلع. حطينا العسل الابيض مكان السكر، وطبعا انا حطيت الكريم شانتيه مش محلى. حابين تزودوا يعني وتحطوا المعلقتين الكبار دول محلى من اللي هو الاكياس ماشي، اللي يريح حضراتكم. هطفي هنا على الصوص بقى خلاص، ونقلب بقى هنا لحد ما يوصل للخليط ايه يتماسك معي. هبدا اصبه بقى. اعملوا لهم بقى في مثلا عايزين تحسسهم جو بره قوي، جيبوا لهم اللي هي الكوبايات الصغيره الشفافه دي اللي بتبقى استخدامها كده بسيط، معايير صغنونه بياكلوها بيتبسطوا بيها لما بيسقع في الثلاجه، بيحبوه قوي، مرطب وفي نفس الوقت مفيد. الكاكاو الخام ده من الحاجات اللي بتساعد على انتظام اصلا حركه الامعاء، وبيقلل كتير الاصابه بالجلطات. عايزه اقول لكم ناس كتير قوي لما بتحب تاكل شوكولاته تشعر بالسعاده يعني بتاكل قطعه من الشوكولاته الخام دي، مش باللي بالسكر او مش باللي باللبن، بيقلل نسبه كوليسترول في الدم. نقدر نعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لكم بيديهم باور حلو قوي، يعني الشوكولاته الخام والكاكاو ده بيدي باور للولاد حلو قوي. بيساعد على الانتباه والتركيز المخ، يعني بيساعد في الحته دي قوي. عشان كده دايما يقولوا ايه ادوها لهم في اول اليوم، يعني لما اديهم حتى حاجه يجوا ياخدوها يحلوا بيها في اول اليوم تعلي الباور بتاعتهم. وطبعا غني بمضادات الاكسده كلها عشان تبقوا حضراتكم بس عارفين. بصوا بقى بقلب كده فيه لحد ما يبدا الخليط ده يتقل معايا. وليه انا بفضل اقلب فيه كويس على البارد؟ عشان اضمن ما فيهوش اي تكتلات. طب هفترض لا قدر الله لا قدر الله يعني تكتل من حضرتك وانت بتعمليه، هنصفيه. بس طبعا احنا اتفقنا ان الطريقه الاولى في اي حاجه من الحاجات دي الاول نعمل ده على البارد وبعدين نحطه على النار ونبدا نتعامل معاه ونبقى مركزين عشان ما نبقاش مهتمين بايه، بان احنا نقلب او نضيف مكونات ويتلسع مننا من تحت. احنا عايزينه نفضل ايدينا فيه لحد ما نصبه ونحطه يبرد بره شويه على الرخامه، وبعد كده نغلفه وندخله عشان ما يعملش قشره. لازم تغلفوا البودنج ده عشان ما يعملش قشره. فطبعا ندخله الثلاجه، الولاد بياكلوه، حتى الاطفال الصغيرين هيحبوه قوي وهيبقى مغذي ليهم جدا. في ناس ممكن تعمل ده والكبار طبعا بيحبوه، لكن نقدر نعمل ده. طب لو عندنا كاستر اصفر وانت عايزه تعمليه مثلا كاستر، تعملي منه شويه كاستر وتعملي منه مثلا بالشوكولاته، هتضيفي عليه شويه من الشوكولاته المذابه اللي هي الدارك دي، هتقطعيها او تحطيها في حمام ميه وتضيفيها على الكاستر وتقلبيها، ويبقى برضو عندك الكاستر بالشوكولاته بديل الكريم كراميل. والكاستر كمان بيتعمل في البيت، انا شايفه انه احلى من الجاهز مليون مره، يعني اوفر واحلى. مش بقى اوفر، هو مغذي اكتر لانه بيبقى فيه صفار بيض ويبقى فيه لبن، بناخده على النار وبنسويه، فبصراحه بيبقى مغذي قوي للولاد للامانه. يعني فاي حاجه في البيت حضراتكم بتعملوها باقل الامكانيات بتطلع، لكن الطعم ده هيعجب الولاد، لان انا عارفه انهم بيشتروا ده. بشوف امهات كتير الحقيقه كان وقت المدارس يعني تقعد تقول له ده كفايه، ده لا بلاش ده، وحاجات كلها حافظه وكده. وبعدين قلت طب ليه احنا ما نعملش وصفه؟ فضلت انا، لان انا ولادي بيحبوه جدا، فانا ليه ما اعملش وصفه ممكن تتناسب مع الطعم ده، نوصل لطعم حلو كده. فضلت لحد ما جبت يعني مش عايزه اقول هو بالظبط، لكن قربت منه بشكل كبير جدا، ما يحسوش بالفرق ده. وبدات اجيبه في العلب اللي هي دي اللي بقول لحضرتك الشفافه الصغيره، وتتقفل وتحط في التلاجه كانه جاهز، عشان ساعات الولاد في البيت رافضين مبدا ايه، خلاص بقى في البيت ما احنا نجيبه جاهز حلو من بره، قال يعني الجاهز ده يبقى احلى. ما هو كله منكهات وكله مواد حافظه وكله اسانسات طعم، بس مفيش فايده خالص، يعني ما فيهوش فايده خالص. فده انا بحترم الاماكن اللي لما الواحد يروح يبقى نفسه ياكل شويه ام علي، بحب ام علي قوي. فما يعني الام علي دي احترم المكان اللي بيعملها حقيقيه ويحط لها اللبن ويقول لي معلش هي شويه بس، اديني حضرتك نص ساعة بس عقبال ما تجهز، ما يجيبش بقى حاجات جاهزة ويروح حاطط لي الباكت ومصبب لي فوق اللبن. بصوا بقى الكشري مفلفل وحلو، هنبدأ دلوقتي ايه نقلبه تقليبة حلوة، وهنضيف بقى جنبه المكونات بتاعته ونرصها رصة حلوة. بدأ اهو بصوا هياخد الخليط، زي ما قلت لكم انا زودت للثلاث كوبايات لبن كوباية من المية زي ما انتم شايفين كده، حطينا شوية من اللبن الباودر،
شويه من الكريم شانتي. عايزه اقول لكم هي بس النار هنا، خليني اعلي سنه حلوه اهو كده. وهنبدا بقى، انا مش عايزه اسيبه لحد ما ياخد القوام الحلو. هوريكم القوام الحلو ايه، هيبقى زي ايه عشان تطمنوا ان هو تمام. ده لونه، اللي عايز يضيف هنا ممكن حوالي 80 جرام من الشوكولاته ممكن، بس بلاش بقى تبقى خام. احنا حطينا كاكاو خام، ممكن تطعمه بقى بالشوكولاته ال 80 جرام دي اللي هي ايه، شوكولاته باللبن، تدي طعم حلو قوي مع الولاد، او لو عندكم اللي هي الشوكولاته القابله للدهن. وافضل حضراتكم تعملوها في البيت، وهنعملها مع بعض، هنعمل يوم ان شاء الله خاص بس بالحاجات اللي هي كريمات الشوكولاتات والحاجات اللي ممكن زبده الفول السوداني، الحاجات اللي ممكن بنشتريها من بره غاليه، لكن نقدر نعملها في البيت ونعملها بحاجه اصلي ومريحه. انا هغرفه دلوقتي حالا، تعالوا نعمل كده. بسم الله، هاخد كده الطبق. انا عايزه اعمل بوله كده صغيره، هقلب فيها الايه، دي كويس. اوكي ايوان، يا سلام. عايزه اقلب بحاجه جامده شويه، خليني اقلب كده بدي. ماشي، بصوا بقى. الله 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 الله, الله. يا سلام، هاخد كده معلقه كبيره، هعمل كده عشان انا عايزه اقلبه كده بقالب، يعني يعمل ليه شكل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طبعا شويه كشري عظمه. نقلب هنا تقليبه كده بسيطه. ربنا يخليكوا يا حبايبي، يا سلام. نقلب كده طبعا واحنا عايزين حاجه تظبط معانا على طول لازم نكبس والحاجه سخنه عشان تمسك كده شويه وتاخد الايه القوام يعني، فما تفكش من حضراتكم لما تيجوا تقلبوها. بسم الله. شايفين الجزر ده كمان بيدي كده لون وشكل وطعم كده، ولو حضراتكم مش عايزينه يبان خالص يبقى زي ما اتفقنا ايه، نخليه بيوري خالص، ملوش يعني مش مبشور اهو. هنا كده، يا سلام. هنعمل بقى كالاتي، استنوا بس ثانيه واحده حالا. لا، ما انا هعمله لك بقى بطريقه ثانيه يا استاذ سمير، اسمح لي. انا هقلبه الاول. بسم الله، هوبا هنا، هرفع دي كده، قلب دي تقليبة أخيرة، خلاص هيبدأ يربط أهو. وهبدأ بقى أجيب البيض القمر ده، وعندي الصوصيرة أنت حطيتها لي فين يا مصطفى؟ أهي، تسلم إيدك. هحط فيها الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصه بتاعتي، ما عنديش لوش هنا، اخد من هنا شويه كده كده. بسم الله، الريحه روعه. الله الله، بسم الله، يا سلام. كده، وخليني ايه امسح الحروف قبل ما ايه، انا بسيب القالب كده زي ما حضراتكم شايفينه سنه بس يبقى متماسك ومحافظ على شكله. هنا ونقلب تقريبا، بدا يغلي. بصوا هياخد القوام دلوقتي البودنج ده اهو، وخليني بس اجهز هنا. بسم الله، هنا يا سيدي، و من السكاكين الحلوه ممكن اخد كده ايه
كاتنج بورد واخد البيضه ده. يا سلام، ونقلب هنا تقليبة. الله، وحاضر. ممكن بس بسم الله، شايفين الجمال؟ هنعمل بقى كالآتي، شوية بقى من الصوص ده، حاضر. الطبق على هناك على طول يا فندم. حاضر يا حبايبي، وشوية البصل المقرمش. كده ممكن بقى فلفلايه كده. يلا بينا نقدم العدس او الكشري الاسكندراني، صحه وهنا. والصلصه جنبه. طبعا هستسمح حضراتكم، يعني هنطلع لي استراحه وهنرجع ان شاء الله نوري حضراتكم قوام البودنج بتاعنا عامل ازاي، ونقدمه مع بعض، نشوف الوصفه اللي عندنا بعد كده ان شاء الله تعجب حضراتكم. في انتظاركم. وسهلا بحضراتكم، ورجعنا مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى بصوا كده القوام بتاع البودنج اهو زي ما حضراتكم شايفين. هبدا اصبه، هرفعه بقى من على النار بسم الله، وهبدا اصب على حسب القوالب او الكاسات او الكوبايات زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله، تزينوه بقى زي ما انتم عايزين. عايزين تحطوا له بقى كريمه كده او كريم شانتيه مثلا مضروب، او ويبن كريم اللي هي كريمه الحلويات، ماشي كده. عايزين تحطوا له كريمه شوكولاته، تخلطوا مع الكريم شانتيه معلقه من الكاكاو الخام برضو تدي لون حلو كده، ماشي. عايزين تحط لهم الشوكولاته تقطعوها وتبقى اي نوع من انواع الشوكولاته الكريسبي اللي بيبقى جواها كريسبي دي، فول سوداني او على الوش، وتقطعوها لهم كده. يا سلام، في اللي هو البسكويت اللي شبه السيجار ده، بيبقى محشي جوه شوكولاته، تحطها لهم يعني تحسسوهم كده احساس جميل يفرحوا يتبسطوا بيه. وطبعا احنا الكبار اكيد كمان هنبقى حابينه قوي، لانه الحاجات المرطبه في الوقت ده هو الميزه، بس انه بيساعد كده على التركيز، وفي نفس الوقت حاجه حلوه ما فيهاش سكر كتير. احنا حاطين فيها عسل ابيض، يعني معلقتين ثلاثة كبار بس على المعيار بتاعنا، فيعني ايه نبقى مطمنين. طبعا الكمية دي تعمل ما شاء الله الاداء. بصوا بقى قد ايه، لو بنعمل كمان كميات اقل او يعني في كابس اقل من الكاسات دي، بصوا يعمل لكم كتير جدا ما شاء الله، كمية لا بأس بيها من الثلاث كوبايات لبن. احنا زودنا ثلاثة لبن لواحد مية عشان حضراتكم تبقوا عارفين. طيب انا هسيبها بس تهدى كده شويه، وبعدين ابدا ازين زي ما قلت لحضراتكم باي حاجه موجوده عندكم. طيب هنبدا بقى في وصفه محببه قوي، وصفه دي برضو جميله. يا سلام، احلى حاجه كنا نشمها في البيت هي مخبوزات البيت او بسكوتات البيت او الكيكس اللي بنعملها في البيت. انا النهارده هعمل بسكويت محبب للناس كتير قوي بتحبه، وتقدروا تعملوه من غير اليانسون اذا حضراتكم حابين تعملوا نفس الوصفه ولكن بدون اضافه اليانسون. طيب انا هعمل بسكويت اليانسون، طريقه خفيفه هش وجميل ورائع، ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم. طيب نقول الاول المقادير بتاعتنا وبعدين نتكلم عنه واحنا شغالين. يلا بينا. بسم الله، عندي لمقادير البسكويت اليانسون، عندي 4 كوبايات من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات، عندي 4 بيضات، كوبايه من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، كوبايه من الزيت هستخدم فيه الزيت النباتي، عندي معلقتين كبار من
اليانسون المطحون حضراتكم حابينه ينسون حب ماشي ينسون مطحون بيدعم الطعم قوي للي بيحب نكهة اليانسون قوية. أنا الحقيقة يعني عملته كده، بس أنا هعمل إيه بقى؟ هاخد كده شوية من اليانسون المطحون هحطه هنا. أنا سخنت الطاسة قوي، هرفعها بقى عشان أنا مش عايزاه يتحرق، أنا عايزاه يطلع الزيوت اللي فيه بسرعة واستفيد. أنا بس سخنتها، وطالما سخنت الله على الريحة. بصوا الريحة فورا تظهر إزاي، اغماء سنة لأنه طلع الزيوت اللي فيه. بصوا الجمال. خلاص أنا مش حطها على النار. اليانسون ده غني بفيتامينز رهيبة. أولا بحمض الفوليك قوي للمناعة، فيتامين A و E اللي هو ألف و ه، بيعزز عملية الهضم وبيعالج الإمساك. وعايزة أقول لكم كمان المشروبات لما الواحد بيبقى صدره تعبان بيطرد البلغم، بيساعد في طرد البلغم ومهدئ. مهم قوي للحته دي اللي هو جزء الجهاز التنفسي ده، دايما يتكتب لنا اليانسون. وبعدين ساعات كان يتقال لنا ايه، اعملوا يانسون على شمر. يعني دي برضو هنتكلم عنه، هنعمل بيه وصفات تانية كتير، بس عايز اقول لكم ده اليانسون. بصوا انا سخنت البان، بس عايز اقول لكم الناس بقى اللي بتبقى ايه ساعات بيبقى عندها ارق كده، كنا دايما نيجي ايه لجدتنا او كده نعمل لها يا اما كوبايه لبن يا اما اليانسون، حاجه تهدي الاعصاب عشان تنام. ففي ناس بتحبه قوي متعوده عليه. بصوا بقى اغمق لونه ازاي، بصوا كده، بصوا ماشي، بصوا كده شايفين هنا، شايفين شكل اليانسون ده فاتح ازاي. بصوا الدرجتين اللون ده افتح من ده، لان ال 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 ده لسه ما اتحمص. هاجي بقى احط ال 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 اللون ده، بصوا غمق سنه طيب، طلع زيوته، الزيوت اللي فيه خلاص ريحته بقت تحفه. هتعزز بقى الدقيق لما نيجي نحطه فيه، تلاقوا كده البسكوتة بتاكلوها ليها طعم وتيست حلو قوي. طيب انا هبدأ هاخد البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد معاه السكر، بسم الله، وهحط معاهم الزيت، وهضرب كل دول الاول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. دي اول حاجة هعملها بسم الله. بعض يعني الافران لما بتعمله، اولا هو ما بقاش زي زمان موجود طول الوقت، بقى يمكن ايه بالطلب، وما بقاش سعره، ما بقاش سعره غالي، ما بقاش سعره رخيص بقى سعره غالي، ما بقاش زي الاول. حتى الفايش بتاع الافران في منه نوعين، تلاقوا في افران محترمه كده بتعمل الفايش اللي باللبن، لكن طبعا ما بيستخدموش فيه الخميره اللي من السمسم او الخميره اللي من الحمص المقلى، يستخدموا الخميره الفوريه. احنا بقى في البيت بنعمل الخميره الاصلي بتاعه الفايش. طيب فبيبقى مكلف وبيتعمل بالطلب، وحضراتكم تطلبوه عشان ايه، يا اما بتدوله بقى لو انتوا عايزين المكونات اللي انتوا عايزينها من عندكم ونوع الزيت الحلو و و و، وهو يا دوب ينفذه. برضه في ناس بتعمل كده ساعات لما بتكون بتعمل كميات لبعض العرايس، او يعني عايزه ايه، عايزه تعمل كحك وبسكويت لعروسه في وقت بيكون غير اوقات السنه المتعارف عليها ان ده بيتباع. يعني بصوا بقى الخليط عامل ازاي. الله على البودنج، الله تسلم ايدك والله يا استاذ سمير. بصوا الجمال، البودنج جميل جدا جدا، وطبعا زي ما قلت هاكل كميه مناسبه نقدر نعمل منها كميه حلوه. طيب انا عندي هنا بس باقي المكونات الجافه، هحط عليها طبعا هنا الفانيليا، خليني بقى احطها دلوقتي. عندي هنا البيكنج باودر، الافران، وده اللي انا عرفته من كتير من الافران بيضيف له شويه كركم صغيرين، انا هحط نص معلقه كده، عايزاه يبقى مصفر، لو مش عايزين ما تحطهوش. بس انا عايزه اطلب من حضراتكم طلب، الكركم مفيد قوي، الكركم بجد من الحاجات المفيده جدا جدا، يا ريت حضراتكم قد ما تقدروا ضيفوه، ضيفوه في المشروبات، ضيفوه في في التتبيلات بتاعه الفراخ بتاعه اللحوم، ضيفوه في انواع الرز، ضيفوه في حتى المشروبات. الحقيقه هو مفيد جدا، يعني اتمنى انه يعني الدنيا تبقى جميله والناس اللي مش متعوده انها يعني تطعمه. بيقوي المناعه جدا وبيسكن الالم، يعني هو مسكن حقيقي طبيعي. احط ذره ملح بس، لان انا لازم احط ذره ملح. هقلب المكونات الجافه دي كده قدام حضراتكم مع بعض تقليبه حلوه، وخلينا نضيف هنا بسم الله الرحمن الرحيم المكونات الجافه على خليط الايه الزيت
والسكر والبيض والفانيليا اللي ضربناهم في الاول مع بعض كلهم مع بعض، حطينا الثلاثة فوق بعض وضربناهم، واروح جايبه كده اليانسون اللي احنا حمصناه، بسم الله هحطه هنا. خلينا نقلب كده كله سوا، بسم الله. القوالب بتاعه الانجليش كيك ممكن اعمل فيها، ممكن اعمله على شكل رغيف رفيع، ارفع اصغر على قد حجم البسكوته، اقدر اعمله بصوا كده، ثواني بصوا العجين. اولا البسكوت ده بياخد مرحلتين، خليني بقى اطلع ده من براها كده عشان ايه نستخدمها. ماشي، ليه مرحلة أولى زي شبه الفايش كده، بس طبعا مع اختلاف المراحل الفايش بياخد مراحل أكتر، تخمير أكتر. طيب هاخد كده هنا، هاجي كده، كل ما العجينة تبقى زي ما انتوا شايفينها كده مش ماسكة نفسها زي العيش، كل ما يطلع هش. طيب أنا هنا عاملاه صفار وبسيط، خليني ممكن أدعم الصفار سنة صغننة من الكركم عشان أنا حطيت ربع معلقة نقطة كده بس، وهبدأ اقلب كده الخليط ده بايزي كده. بصوا هنزل بس الدقيق اللي في الجوانب ده، في جوانب الايه الحله كده. وبعدين ليه خطوه اولى، بحطه في اي قالب انا عاوزاه يشد او يبقى ياخد شكل القالب ده، عشان انا عايزاه يعمل فريم وبسويه نص تسويه، يعني ايه ما يستواش كله، هو مش هيطلع لي مقرمش من اول مره، للناس اللي لسه اول مره تعمله. هقسم كده نص العجينة، لو أنا مش عايزاه يبقى عالي بقى وعايزاه يتعمل زي ما أنا هقدمه لحضراتكم شرايح رفيعة، يبقى مش هتخن العجين. هاخد كده عندي هنا ورق زبدة، هقدمه ثانية واحدة، دهناه بشوية زيت وهفرد الخليط ده كده هنا. لازم هي دي عشان يبقى هش، انا بحبه كده بيطلع معايا هش جدا. هعمل كده، تقدروا بقى تشكلوه، عايزين تتقلوه مثلا الخليط ده وتشكلوه. انا طبعا همسح ايدي مسح الزيت عشان اقدر احط على وشه هنا كده كده. هعمل كده، انا عايزه اما يطلع هعمله شرايح، يعني هقطعه كده خلاص. ادي واحد وهعمل واحد تاني اهو كده، عشان ابدأ اسويه في الفرن، فرن 180 على الشبكة في النص، حوالي من 20 لخمسة 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن، فرن ومروحة ما بشغلش شواية خالص، يشد معايا ويطلع زي ايه زي الكيك اللي ايه مستوي بالشكل ده. وبعدين اروح واخداه مقطعه بعد ما يبرد تماما، ممكن تسيبوه ليله يعني سيبوه براحته، تاني يوم سقعوه ولا حاجه سيبوه يبرد تماما، لان انتوا لو حاولتوا تقطعوه شرايح الرفيعه دي وهي سخنه هيفرول، فلازم اسيبه وبعدين يبرد تماما. وبعدين ابدا بسكينه اقطع شرايح رفيعه، وعلى صاج نظيف هحط الشرايح دي انشفها من الناحيتين تحت الشوايه فقط لا غير. اول ما ياخد اللون الذهبي هطلع اقلبه على الناحيه الثانيه، وهكذا يبقى بسكوت اليانسون. طبعا التحميص ده يرجع لحضراتكم، في ناس بتحبه فاتح شويه، ناس بتحبه لونه مصفر، يعني ممكن اضافه الكركم دي اختياريه اهو. ودلوقتي بقى اوري حضراتكم شكله بيبقى عامل ازاي اهو. شوفوا لما بيبقى رقيق يعني مش عالي قوي، بيبقى شرايحه رفيعه ورقيقه، هنقدر نقطعه براحتنا اهو. هنبدا بقى نقطع بعرض كانه زي القوالب كده بالراحه، شرايح شرايح، وبعدين احطها في الصاج يعني ياخد بقى اللون الحلو الجميل حضراتكم شايفين. اسمحوا لنا بقى ننقله هنا ونبدا بقى نستعد لاستراحه هنطلع فيها مع ضيفتنا اللي هتكون منوراني ومشرفاني النهارده،
وهي دكتورة دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال، وفي إجابات لكل أسئلة حضراتكم اللي سألتونا عليها، وموضوعنا هيكون اللي حضراتكم إن شاء الله اتكلمتوا فيه وبعتوا أسئلتوا. أتمنى يا رب الفقرة تنول إعجاب حضراتكم، في انتظاركم.